15 مشاهدة حقيقية لحوريات البحر عبر التاريخ. إن الثقافات في جميع أنحاء العالم لها إصداراتها الخاصة من هذا الكائن السحري، من نينجيو اليابان، حيث أنه كائن خرافي أشبه بالسمك في الثقافة اليابانية، إلى أربيل الشهيرة من عالم ديزني. ويتبادر إلى الذهن سؤال عند ذكر حوريات البحر، هل هي حقيقية؟ منذ قرون ادعى الناس من جميع مناحي الحياة أنهم رأوا هذه الخرافة بشحمها ولحمها، هل هي مشاهد حقيقية أم أنها خدع للضوء في العين؟ ولكن على ما يبدو أنهم فقط أشخاص يتظاهرون برؤيتهم واكتشافهم لحورية البحر فقط بغرض الدعاية ولفت الانتباه، كما يبدو بأن التاريخ لم يرد على أي من هذه التساؤلات، وما زالت المشاهدات تحدث حتى يومنا هذا. إذن هل حورية البحر هي أسطورة أم أنها كأغنية قوية ولا تزال تجذب الناس إلى عالم أسطوري؟ تأكد من تحطيم زر الإعجاب واشترك وانقر على زر الإشعارات لمزيد من المحتوى المذهل. لذلك دعونا نبدأ مع رقم 15، حورية البحر على الشاطئ البريطاني. إن لم تكن مجرد صورة غير كافية لإقناع شخص ما بأن حوريات البحر حقيقية، فمع ذلك فإن المؤمنون بوجودها يلجؤون لأي شيء لكي يثبتوا وجهة نظرهم. للوهلة الأولى عند رؤية حورية البحر هذه، فإنها تبدو واعدة حتى لو كانت مروعة بعض الشيء. وجدت على الشاطئ في يارموث وبريطانيا العظمى، وتم التقاط الصور بواسطة رجل يدعى بول جونز، الذي التقط صورة لما يبدو على أنه جسد متحلل مع ذيل سمكة، والجثة كانت سليمة في الغالب. إننا ندعوكم لإلقاء نظرة أفضل على هذا المخلوق، وبشكل أكثر تحديدا انظروا إلى الذيل. ألا تبدو لكم الزعانف وكأنها مصنوعة من أكياس بلاستيكية سوداء؟ بالطبع، فإن زعانفك تلك لم تكن لتمر مرور الكرام ويتم تجاهلها من قبل وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال أولئك الذين يريدون فضح الصورة أنها لم تكن سوى جسد ميت لفقمة رمادية، بينما المؤمنون بوجود حوريات البحر كانوا متأكدين بأن هذه هي بقايا لحورية بحر حقيقية. فما رأيكم يا رفاق؟ الصورة رقم 14، حورية البحر في كريات يام. في العام 2009 اجتاحت حمى حوريات البحر قرية صهيونية تدعى كريات يام، حيث كانت حورية البحر تظهر عند الغسق، وغالبا ما كانت تؤدي حيلا للسكان المحليين والسياح كذلك. ادعى السكان المحليون رؤية كائن كان جزءا منهم امرأة شابة والجزء الآخر سمكة، كما يدعي أول مواطن محلي شاهد حورية البحر أنها كانت تستحم، وعندما اقترب منها هو وأصدقاؤه خرجت من الرمال واختفت في الأمواج، وصدموا جميعا لاكتشاف أن تلك المرأة التي كانت تتشمس لم يكن لها ساقين بل ذيل. لم يكن هذا المشهد حدثا منعزلا، فقد انتشرت الأقاويل حول حورية البحر، حيث أصبحت حورية البحر تلك حديث الناس في كريات يام، حيث أن العديد من الناس ادعوا أنهم رأوها، وبالتالي أصبحت مشهورة جدا. ولذلك فقد عرض مجلس المدينة مبلغ مليون دولار أجر أي دليل عن هذا المخلوق الغامض وأنه موجود حتى الآن. ولكن لم يكن هناك أي مشاهدات سوى أنها لوحظت بنظرات عابرة فقط، وبالتالي فلم يفز أحد بمبلغ المليون دولار. الصورة رقم 13، حورية البحر في كاليفورنيا. هذا الفيديو المسجل في كاليفورنيا يزعم أنه يلتقط حورية بحر تقوم بما يقوم به حوريات البحر عادة من التسكع على الشاطئ. وبالرغم من أن دقة الفيديو ضبابية بعض الشيء، إلا أنك تستطيع ملاحظة هذا المخلوق بوضوح. فعندما يبدأ الفيديو تظهر كأنها جالسة على الشاطئ وتلوح بذيلها عرضا، ربما تستريح بعد رحلة طويلة أو لمجرد الاستمتاع بأشعة الشمس، ثم يغوص المخلوق في الماء
وبعد الغوص يمكنك بوضوح أن ترى جذعه البشري ورأسه، لكن رأس هذه الحرية لا يشترك مع معظم ما تم الإبلاغ عنه في حريات البحر، ويبدو أن لون جسمه مائل للرمادي ورأسه خالي من الشعر، وذلك يعكس شكلا أشبه للسمك من تلك الصورة الرومانسية التي يفكر فيها الناس عندما تأتي كلمة حورية بحر. الصورة رقم 12، كولومبوس وحوريات بحر الكاريبي. اشتهر كريستوفر كولومبوس بمواجهاته مع حوريات البحر في رحلاته بالقرب من إسبانيا، وقد كتب أنه واجه وطاقمه 3 من حوريات البحر أثناء التواجد في المياه حول جزيرته إسبانيولا. ويذكر كولومبوس أن الحوريات كانت في طور خروجها من الماء، وعندما اقتربت السفينة كانت الحوريات 3 قد خرجت من الماء في نفس اللحظة، مما أثار استياء كولومبوس أن الحوريات لم تكن جميلة كما تم تصويرها في القصص الخيالية. ويعتقد كولومبوس أن الحوريات قد تكون غير مرغوبة تماما، كما ويعتقد أن ما شاهده كولومبوس لم يكن إلا مجموعة من خراف البحر. تثار أسئلة كثيرة في هذا الصدد، ولكن هل من الممكن أن يخطئ رحالة متمرس مثل كولومبوس حقا فيما بين بقر البحر السمين ذاك وامرأة مهما كان مظهرها؟ الصورة رقم 11، مشاهدات مكسيكو. لم تكن مشاهدة الكهوف في المكسيك هي الوحيدة التي تمت معالجتها، حيث تمت رؤية حورية البحر في جزيرة كايلان وجزيرة الفلبين. وحورية البحر ميليسا على ما يبدو لم تكن ظاهرة في الصورة التي التقطها السائح بشكل يمكنهم من رؤيتها بصورة واضحة بجانبهم، وفقا للشهود الذين رأوا حورية البحر الحقيقية، كما أنه كان لها رائحة نفاذة للغاية، كما أنها لم تشاهد في البداية حيث كانت تسبح مع السياح. ولكن بعد التحقق من الصور شوهد المخلوق الأسطوري في تلك المرحلة مع الأسف، وكان الأوان وقتها قد فات لمحاولة بدء الاتصال مع حورية البحر. ثم بعد أن تركت حورية البحر تلك الرائحة اختفت، حتى أن مسؤولي المدينة المحليين وضعوا تمثال حورية البحر على الشاطئ لإحياء ذكرى حورية البحر المتكررة والمشاهد التي حدثت وقتها لقرون. الصورة رقم 10، حوريات البحر في زيمبابوي. في العام 2012 كانت طواقم البناء في زيمبابوي خائفين من عملهم في بناء سدود جوكوير وأوزبورن بسبب غضب حورية البحر هناك، والتي يطلقون عليها اسم مامبامونتو، حيث كانت حوريات البحر تلك تضايق العمال خلال محاولتهم إكمال رحلة عملهم في بناء السدود. هؤلاء العمال الذين نشأوا في منطقة تعج بالفلكلور الشعبي والأساطير، وبالتالي كانوا يعتبرون ظهور حورية البحر تلك نذير شؤم، وبالتالي رفضوا إكمال العمل في بناء السدود. وكنتيجة لذلك فقد استأجر المجلس المحلي عمالا بيض لاستكمال عملية بناء السدود، ولكن المفاجأة أن هؤلاء العمال أيضا قد فروا من موقع البناء، وتعهدوا بأنهم لن يعودوا إلى إغضاب ومضايقة حورية البحر في نهر زيمبابوي. وفي محاولة لتهدئة حورية البحر الغاضبة، قام أعضاء المجلس المحلي بالسماح لزعماء القبائل المحلية بأداء طقوس التطهير للسماح بمزيد من التطوير للسدود، سواء كانت طبيعية أم خارقة للطبيعة، وسواء كانت حورية بحر حقيقية أم مجرد خداع بصري للعقل والعين، فإنها قد وجدت غالبا في نفس العالم في دولة زيمبابوي. الصورة رقم 9، أورانج إيكان. في العام 1943، حيث كانت الحرب العالمية الثانية ما زالت مستعرة، لكن ذلك لم يوقف ظهور أحد حوريات البحر الأكثر توثيقا، حيث تمت مشاهدتها في جزيرة كاي في إندونيسيا بواسطة جنود يابانيين، حيث كانوا قد أقاموا هناك كفريق للمراقبة، حيث أعلن أحد أعضاء فريق المراقبة عن رؤيتهم لشكل بشري صغير في الماء مع أشواك على رقبته ورأسه وفم مثل سمك الشبوط،
وغالبا ما شوهدت شخصية حورية البحر تلك وهي تلعب في البحيرات وبالقرب من الشاطئ، حيث كان الجنود اليابانيون في جزيرة كاي في حيرة من أمرهم مما رأوه. ولكن بعد التحدث إلى السكان الأصليين علموا أن هذا المخلوق الأسطوري الذي يشبه حورية البحر كان في الواقع كيانا معروفا باسم أورانج إيكان أو الأسماك البشرية، فيما استمرت المشاهدة مع مجموعة الرقيب السيد تارو الحربية، وقد تمت دعوتهم من قبل السكان الأصليين لمعرفة ما قد وقعوا فيه. فقد وقعت إحدى هذه الأسماك في شباك الصيد، وعندما دخلت المجموعة منزل أحد زعماء القبائل وجدوا أحد هذه المخلوقات مبعثرا على الأرض، حيث وصفوا جسدا صغيرا بشعر أحمر بني مع أشواك على طول الرقبة ووجه بشري مع فم شبيه بالسمك بلا شفاه وممتلئ وأسنان حادة، ما جعلهم ينصدمون مما رأوه وطالبوا بفتح تحقيق بعد الحرب. ولم يصدق أحد أي من قصصهم عن حوريات البحر في جزيرة كاي، فهل كان ما رأوه حورية بحر حقيقية أم أنهم أخطأوا فقط في تحديد الهوية؟ الصورة رقم 8، حورية بحر نشطة. في العام 1967 أصبحت كولومبيا البريطانية مركزا لحورية البحر شديدة الإثارة، عندما شوهدت حورية البحر مسترخية على شاطئ الجزيرة الرئيس مع حلول المساء بواسطة ركاب عبارة كانت تسير في البحر، وكانت امرأة شقراء عارية وطويلة تجلس على الشاطئ بشعر طويل أشقر وذيل. انزعج بعض الشهود وقد رأوا حورية البحر تأكل سمك السلمون نيئا على الشاطئ في ذلك اليوم، وتكررت الحادثة مرة أخرى حيث شوهدت مرة أخرى في الأسبوع التالي، حيث اكتشف السكان المحليون حورية البحر الغامضة تلك وبدأوا في البحث عنها أو عن أي واحدة أخرى، وأصبحت المعلومات المتعلقة بها حديث الصحف، وقد وعدوا مكافأة $25,000 لمن يدلي بأي معلومات عنها، على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن مشاهدة حورية البحر بأكملها كانت تمثيلية. كان هناك الكثير أيضا يعتقدون بأن ما رأوه كان حقيقيا، ولكن هل حورية البحر على الجزيرة الرئيسة حقيقة أم أنها حيلة سياحية جديدة؟ لا أحد يعلم. الصورة رقم 7، ذا كايمان. في عام 2008 في جنوب إفريقيا كشفت تحركات الأمواج عن حورية بحر أسطورية أسموها كايمان، وقد صنعت هذه الحورية ضجة كبيرة في الأخبار، حيث كان هناك مجموعة من الأصدقاء يخيمون بالقرب من النهر عندما سمعوا وشاهدوا رذاذا عاليا وصراخا صاخبا. وبإجراء المزيد من التحقيق معهم اعترفت المجموعة باكتشافهم امرأة في الماء، وقد بدت هذه المرأة شاحبة وبيضاء وشعرها أسود طويل وكان لجلدها بريق، حيث كانت تبدو وكأنها تتوهج. ومن أكثر الصفات إثارة للصدمة فيها عندما أدارت نفسها للمجموعة، حيث كان لديها عيون حمراء متوهجة. وقد ذهبت امرأة للتحقق من مزاعم المجموعة في رؤية الكايمان، حيث سمعت حورية البحر تلك تبكي بكاء حزينا كأنها امرأة حزينة تماما، وبعد لحظة من الفوضى مع المجموعة اختفت حورية البحر في المياه العكرة. يتخوف الناس في جنوب إفريقيا من الكايمان وما تشتهر به من جذب الناس وحبسها في الأعماق التي أتت منها، ولا زال السكان يتساءلون عما إذا كان ما رأوه أسطورة بشحمها ولحمها أم لا. الصورة رقم 6، حورية البحر هيبيردن. إن اسكتلندا لديها عدد لا نهائي من الألغاز والأساطير حول حوريات البحر التي تأخذ مكانا خاصا لها في الفلكلور الشعبي، حيث أنه في العام 1830 كان على ما يبدو حورية بحر قد شوهدت وقتلت من قبل سكان بنبيكولا، حيث أنه أثناء قطعها للأعشاب البحرية بالقرب من الشاطئ ذات يوم ادعت امرأة أنها شاهدت امرأة مصغرة تسبح في الماء، وقد تفاجأت باكتشافها الذي دعا الكثير من الناس لمشاهدة ساكن المياه هذا. ولكن عندما بدأ الرجال في الاندفاع إلى الماء سبحت بسرعة بعيدا عنهم،
ولكن بعض الصبية ضربوا حورية البحر الخائفة بالحجارة على ظهرها، وبعد عدة أيام ظهرت جثتها على الشاطئ، حيث كانت صغيرة وذات بشرة بيضاء شاحبة ولها ذيل سمكة بدون قشور. بعد العثور على جثة حورية البحر المتوفاة، قرر شريف المدينة أن يكون دفن حورية البحر مناسبا، حيث صنعوا لها تابوتا ولفت الجثة في كفن، ثم دفن تابوت حورية البحر على الشاطئ حيث تم العثور عليها. وعلى الرغم من أن ذيل حورية البحر قد صمد أمام اختبار الزمن، فلا أحد يعرف مكان الجثة ولا علامات تشير إليه. فما هو رأي أهل بنبيكولا؟ وقد فعلوا في ذلك اليوم فعلا مروعا، وهو خطأ قتل حورية البحر. الصورة رقم 5، حورية البحر النيوزيلندية الجديدة. وجدت نيوزيلندا نفسها منغمسة في أسطورة حورية البحر في عام 2014، حيث زعم مجموعة من الصيادين أنهم عثروا على بقايا حورية بحر على الجزيرة الجنوبية، وقد كانوا خائفين من أن هذه الجثة هي جثة إنسان ما راح ضحية جريمة محتملة. ولكن عند التفتيش الدقيق من قبل السلطات المحلية، كان من الواضح أن الهيكل العظمي لم يكن بشريا بالكامل، يشبه الجسم إلى الأسفل مخلوقا شبيها بالإنسان، ولكن تبين أنه يحتوي على صفات مائية، وبالتالي تم الكشف عن الكائنات الحية البشرية المائية الموجودة في جنوب نيوزيلندا، وبالتالي تم رفع الغرامة التي فرضت على جامعة أوكلاند بعد معرفة السلطات أن هذه الجثة لم تكن سوى لمخلوق بحري أشبه بالإنسان، وليس في الأمر جريمة قتل، وذلك توضيحا لما وجده الصيادون. ومن هنا فإنه يمكن إضافة حوريات البحر إلى تشكيلة غريبة بالفعل من الحيوانات البرية الموجودة في الأرض. الصورة رقم 4، حورية البحر في الهند. في الهند، وفي العاشر من ديسمبر من العام 2017، وجد صيادون شيئا غريبا في شباك الصيد الخاصة بهم، وهو مخلوق غامض يشبه نصف سمكة ونصف بشري. ولكن على عكس مشاهد حورية البحر الأخرى في الحياة الواقعية وفي الأفلام، فإن هذا المخلوق ليس له رأس بشري، ويسارع الأشخاص إلى نشر الصور ومقاطع الفيديو لهذا الكائن البشع المخيف المظهر عبر الإنترنت، ويعتقدون أنهم وجدوا حورية بحر حقيقية. فما رأيكم يا رفاق؟ اكتبوا لنا في التعليقات أدناه. الصورة رقم 3، حوريات البحر بيرنغ. في عام 1608 كان هنري هيدسون يكتشف المنطقة الشمالية الباردة في المياه قبالة النرويج، وقد كتب في مذكراته: اليوم الذي واجه فيه لقاء غريبا مع مجموعة من حوريات البحر، حيث ادعى هيدسون وطاقمه أنه رأى حورية البحر وطالب في رؤية المزيد منها، حيث وصفها بأنها امرأة كبيرة مثل الرجال في طاقمه، من ذوي البشرة البيضاء جدا والشعر الداكن الطويل، وكانت تشق طريقها من أسفلهم. واكتشف هيدسون الحكاية التي وصفها بأنها كانت مثل الدلفين، وكان سعيدا جدا باكتشافه لحوريات البحر. مثل العديد من البحارة في ذلك الوقت، غالبا ما يفترضون بأن ما رأوه ممكنا، ولكن هناك أناس يقولون بأنه ممكن أن يخطئ البحارة فيما شاهدوه، حيث كان ما يرونه ليس إلا حيوانا مثل خراف البحر. ولكن حالة هيدسون غريبة، لأنه كان يبحر في زوارق بالقرب من النرويج، ولا يوجد خراف للبحر هناك. كما أن عالم الطبيعة فيليب هنري جوس ذكر أنه لا توجد طريقة لكي يخطئ هيدسون بين حورية البحر وأي حيوان آخر، حيث يعتقد أن البحارة المخضرمين من أمثال هيدسون سيكونون قادرين على التعرف على الحيوانات، حيث يرى إما أن هيدسون قد صنع القصة بأكملها، أو أنه قد رأى شيئا فريدا حقا لعالم العلم. واكتشف أن هناك حوريات يعيشن في برد مياه القطب الشمالي، أو أنها مجرد قصة بحار بري. الصورة رقم 2، حورية البحر ديرنيس. يبدو أن اسكتلندا لها نصيبها العادل من مشاهدات حورية البحر، حيث أصبحت مشاهدات حورية البحر عبر التاريخ بدءا من عام 1890 على خليج نيوارك، حيث كان موقع مشاهدات متعددة لحوريات البحر. ويعتقد الناس أن الحديث عن حوريات البحر
كان مجرد إشاعات وشائعات، لكن العديد من الأشخاص بدأوا في مشاركتها حول حكايات ما أطلقوا عليه حورية ديرنيس. لكن هذه الحورية لم تكن بجمال الأساطير القديمة، حيث وصف الناس إنسانا بطول 7 أقدام وبشرة بيضاء شاحبة وشعر أسود، حيث وجدها السكان وهي تزحف على الصخور مستخدمة ذراعيها، ومن ثم العودة إلى الأمواج. وكانت هذه هي بضع نظرات قد حصل الناس عليها، حيث كانت حورية البحر على مسافة منهم وكانت تبدو هادئة وحذرة على ما يبدو، وقد بقيت في الخليج لبضعة شهور في الصيف ثم اختفت بصمت عائدة إلى الأعماق المظلمة. الصورة رقم 1، حورية البحر مينيسوتا. في أكتوبر من عام 2017 كان هناك رجل استرالي يتسكع على الشاطئ عندما لاحظ شيئا غريبا، ورأى رجالا يرتدون بدلات صفراء يحملون شخصا على نقالة. وكانت المشكلة أن هذا الشخص لديه زعنفة خضراء من الخصر إلى الأسفل، وقد اعتقد أن هؤلاء الرجال يحاولون الحصول على العلاج له. ولكن ما لفت انتباهه أن هذا الشخص شكله مشابه لحورية البحر، وقد اكتشف أنهم كانوا يأخذونها إلى مختبر سري على ما يبدو لإجراء تجارب سرية عليها لا يعرفها العالم أبدا. إذن كل هذه المشاهدات كانت تحتوي على حوريات بحر حقيقية، لكنها كافية للحفاظ على حلم على قيد الحياة. فهل تؤمن عزيزي المتابع بحوريات البحر أو غيرها؟ اسمح لنا بمعرفة رأيك حول هذه المخلوقات الأسطورية.